أول شيء رح نستخدمه هو السكراب المقشر اللي مصنوع من الشاي الأخضر، زيت الأرجان وبنفس الوقت الألوفيرا. سو رح يفرق بشرتي فيه كأول ستيب بعد ما شلت الميك اب طبعا، وهلأ عم فرجيكم بشرتي بدون أي شيء. هذا اللي بيعمله هو إنه بيقشر البشرة، بيفتح المسام وبنفس الوقت بيوحد اللون. سو نعمل سكرابي سكراب راب سكرابي سكراب راب. وعايزة أهرب من الناس في الدنيا. ريحة اللون أحلى شي فيه، هيك بتحسوا عم يعني تحسوا حالكم بالضيعة، يعني الريحة كتير طبيعية. سو هيك بحس أول ستيب خلصت، رح أروح أغسل وشي وأرجع لكم. أوكي سو هاد شكلي بعد أول خطوة، شوفوا كيف البشرة عم تلمع. هلا رح نستخدم الماسك اللي هو مصنوع من الطين الابيض، زيت الارجان الطبيعي، وبنفس الوقت الشاي الاخضر. سو كل يعني الشاي الاخضر رح تشوفوه. هذا الماسك اول شيء بيعمله هو انه بمتص الدهون الزايده اللي على الوش، ثاني شيء بفتح لون البشره، وبنفس الوقت بيزيل السموم اللي على البشره. سو رح احطه على وشي. هلا هذا بنصحه انكم تستخدموه مره او مرتين بالاسبوع، صراحه انا ما بفضل اعمله مرتين بالاسبوع، فبستخدمه مره فلازم يعني استخدمه اكثر. بس الحياه سو اول شيء بتحطوه، بعدين بتستنوه لينشف لبين ما تغسلوه بالمي. سو هلا رح احطه معكم. اوكي سو هلا هيك حتركه شيء 10 دقائق وبعدين حغسله. اوكي سو هلا غسلت الماسك، يعني خلص يعني ايش بسوي؟ قفلت الملف والله. المهم هلا ثالث ستيب، هنا الفور ستيبس. اوكي ثالث ستيبس يو نو اتس لايك انجلش يا. ثالث ستيب رح تكون التونر هاد اللي بفتح البشره وبمتص الدهون، رح احطه على قطنه هيك وامسح وشي بلطف. ايه عندي رفيقتي باسكال بتقولي وشها يعني بتعمل هيك شو 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 شو، عطر نتخانق عن الموضوع. سو هيك اقسم بالله حاسه حالي ببالي على الريحه. واو ترى اوكي، هلا في مقطع كثير خايفه منه، تتذكروا زيت التين الشوكي؟ هذا الزيت اللي قلت لكم عنه اغلى زيت وهيك، وقع من ايدي وطار نصه، هذا هو. هلا ما حاحكي عنه شيء، انه جست هيك زيت عادي مو مهم مشان ما يوقع، زيت جدا عادي. اوكي سو زيت التين الشوكي بنحطه هيك 4 5 6 7 نقط هيك، بحطه على ايدي و بفرك وشي فيه. فهذا بيغذي البشرة وبنفس الوقت بيجددها. وللناس اللي عندها تجاعيد هذا بيحارب التجاعيد والشيخوخة، بس قولوا أنا الحمد لله يعني لساتني صغيرة. سو بحطه هيك، أنا بنزل على الرقبة ثواني نقطة تحت العين، هذا فيكم تحطوه تحت العين. ايه زيت التين الشوكي اعملوا عنه سيرش على قد ما هو منيح. قلت لكم القصة بالمغرب، وحدة بنت قالت لي اشتريه وانشغلت بالمطار وما اشتريته واندمت، ام سبحان الله اذا ربعتت لي اياه. سو وهيك بنكون خلصنا السكين كير.